استخدام إعدادات الجهاز للواي فاي. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية استخدام إعدادات الجهاز للواي فاي لحسابك على فايبر لكي تقوم بالتحكم بمتى تريد أن يقوم الواي فاي الخاص بك بالاتصال بحسابك فايبر. سوف نأتي إلى هنا أكثر، نقوم بالضغط عليها، بعدها نأتي إلى إعدادات هنا نضغط عليها، ثم نأتي إلى هنا نأتي إلى الأسفل نضغط على عام، بعدها نأتي إلى سياسة وضع صوبات في الواي فاي نقوم بالضغط عليها، بعدها سوف نأتي إلى هنا استخدام إعدادات الجهاز نقوم بالضغط على الأسفل. وكما ترون تم تفعيل استخدام الجهاز أو إعدادات الجهاز على حسابك الخاص فايبر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.